حياتك اختيارات بدأت بإدراك ثم قرار، قرر تكون، قرر تبدأ اللحظة دي. عايز تطول؟ العب عقلة. في معتقد منتشر بين الناس ان تمرين العقلة ممكن يخليك اطول فعلا، وفي ناس بتلجأ له كحل فعلا، وفي ناس بتستبعد التمرين عشان يتجنبوا ده. طب خلينا نعرف الاول الطول ده بيجي ازاي. عظامنا بتتكون من انواع عظام مختلفة، ومن الانواع دي نوع اسمه العظام الطويلة، ودي اللي موجودة في الاطراف الدراعين والرجلين، ودول اللي بيمثلوا الطول او القوام بتاعنا. العظام في الاول بتبقى عبارة عن غضاريف، واثناء النمو بتبدأ تتحول لعظام اقوى زي الشكل اللي احنا عليه دلوقتي. لكن بيفضل غضروف صغير في نهاية كل العظام الطويلة دي اسمه ابيفيزيال بليت، والغضروف ده هو اللي بيحدد الطول النهائي للعظام الطويلة. طول ما الغضروف ده موجود وما تعظمش، يعني ما تحولش العظم، معناها انك لسه بتطول او في مرحلة نمو، ومع الوقت بتبطأ عملية النمو وتقف، وفي سن معين بيتحول الغضروف ده تماما لعظم، وبيكون في حوالي من 18 ل 21 سنة للذكور، وفي سن اقل للاناث. وطبعا معدل الزيادة في الطول ومدة التحول الغضروف ده العظم راجع لشوية عوامل، 80% منها بيكون راجع لجيناتك ومعلوماتك الوراثية، و20% منها بتبقى راجعة لعوامل خارجية زي التغذية السليمة أثناء مرحلة النمو. ونيجي بقى للسؤال بتاعنا، هل فعلا العقلة ممكن تخليك أطول؟ العقلة تمرين زي أي تمرين له فوائده، بيستهدف عضلات كتير من الجزء العلوي من الجسم، بيقوي عضلات الظهر والبايسبس وأحيانا عضلات البطن زي ما قلنا قبل كده، من خلال إنها بتعدل البوستشر أو وضعية الجسم، بالذات لو انت كان ظهرك قبلها منحني اصلا، من خلال انها بتقوي عضلات الظهر والمسؤولة عن شد الجسم بالشكل ده. والفرق ده هيكون بسيط جدا وتدريجي ومش ملحوظ زي ما البعض فاكر. فالاجابة باختصار لا، العقلة مش هتخليك اطول، بس هتعدل وضعية جسمك وهتخلي ظهرك مفرود. ومن المعتقدات الاخرى برضو ان الحديد بيأثر، واللي اكيد سمعتها في مكان ما، وبالذات الاطفال او المراهقين اللي بيمنعوهم من رفع الحديد عشان نموهم ما يقفش. والحقيقة ان دي خرافة فضلت مع الناس لسنين طويلة، وعلى قد ما تبان حقيقية انه رفع الاثقال بيحمل على مفاصلك وعضلاتك واللي ممكن يخليك تعتقد ان ده هيأثر على طولك او نموك، لكن لا، مفيش اي دليل علمي اثبت صحة الكلام ده. بالعكس تماما، الرياضة قبل سن ال 18 صحية جدا ومش هتأثر على نموك بالسلب ابدا. دي هتزود قوة العظام وهتقلل احتمالية الاصابة بالكسور وهتعزز ثقتك في نفسك، واكيد هتساعد الجسم ينمو في احسن حالاته، ولكن بشرط ان التمرين يكون بالطريقة الصحيحة وتحت اشراف كوتش او حد متخصص وفاهم. وفي النهايه اهم حاجه ممكن تقدر تقدمها لنفسك غير التمرين والحياه الصحيه، انك تتقبل نفسك وذاتك زي ما هي، وتسعى انك تطور منها على قد ما تقدر، وتبقى بكره احسن من الانسان اللي كنت عليه النهارده، ولكن من غير ما تتعب عقلك بالتفكير في حاجات مالكش دخل فيها، خصوصا انها ممكن ما تكونش مشكله اصلا. المشكله في قناعاتك انت، المشكله هنا. واكيد بالالتزام والاستمراريه والصبر هتوصل لهدفك باذن الله. ادعمني بلايك وشير وسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال سيبه في كومنت تحت، وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك الحلقات الجديدة كل اسبوع. انا حمدي جودة، الله حافظ.